وأنتقل الآن إلى لندن وتشارلز لورد فيليبس وهو أخ المتضامنة البريطانية ألكسندر لورد فيليبس المحتجزة من قبل إسرائيل. تشارلز، هل لديك أخبار عن ألكسندر أختك؟ الأخبار الوحيدة التي حصلنا عليها حتى الساعة هي من خلال اتصال هاتفي وردنا من السفير البريطاني في إسرائيل، وأخبرنا بأنها الآن في السجن قريبا من تل أبيب، ولا نعرف متى ستعود إلى المملكة المتحدة. طيب، أطلقت إسرائيل سراح العشرات الآن من المحتجزين لديها، لماذا لم يطلق سراح ألكسندر؟ هذه معلومات ليست لدينا، هذه المعلومات وهذا أيضا مكمن شعورنا بالإحباط، ذلك أننا أولا استغرق الوقت لدينا طويلا لنحدث على ذلك التواصل مع أختي، والآن لنتواصل ونعرف الأسباب وراء احتجازها لفترة أطول من الآخرين. على الأقل نحن نعرف الآن أنها سالمة، لكن رغبتنا الأساسية أن تعود إلى البيت، وليس هناك أي سبب لاعتقالها، وما دام الأمر كذلك فمن الأفضل أن يطلق سراحها الآن. هل تنوون القيام بأي شيء، بأي إجراء من أجل ألكسندر؟ حسب فهمي الخاص أعتقد أننا محدودين فيما نستطيع أن نقوم به، وعلينا أن نعتمد على وزارة الخارجية البريطانية لتتصرف لخدمة مصلحة أختي. جزء مما قمت بها اليوم هو تحدثت إلى الكثيرين، وذلك بغية أن أضمن أن عملية إطلاق سراح المتضامنين تكون في أعلى سلم الأجندة، ويجب أن يكون هذا يمارس المزيد من الضغط لإطلاق سراح هؤلاء المتضامنين الذين كانوا على متن هذه السفن، وإلا فستقدم إسرائيل تعلة لاحتجازهم لفترة أطول، وذلك أمر يجب علينا أن نتجنبه إذا تمكنا من ذلك. لكن القنصل طمأنكم على صحتها؟ لقد تحدث إلى أبي، أنا شخصيا لم أتحدث إليه، لكنه قال بأنها آمنة وبحالة جيدة، والأمر يستغرق أيام قبل أن تعود إلى البلد. أعتقد أن الفترة التي تمثل أكبر قلق بالنسبة لي ذلك أن أختي ذكية جدا، لكنها ذات شكيمة قوية كامرأة. الأمر المقلق هو غياب المعلومات، وهذا ما قادنا إلى أن لا تكون لدينا أي أفكار ما إذا كانت على متن السفينة وأنها توجد في المرفأ أو في السجن. الآن على الأقل لدينا توضيح بشأن مكان وجودها تحديدا. كما قلت، نود ونتمنى أن تعود في أسرع وقت ممكن. نتمنى ذلك. شكرا لك تشارلز لورد فيليبس، كنت معنا من لندن، ونتمنى الإفراج القريب عن أختك المتضامنة البريطانية ألكسندر لورد فيليبس المحتجزة من قبل إسرائيل. أنتقل الآن من لندن، أنتقل إلى الكويت، ومعنا من هناك من الكويت الدكتور ناصر الصانع.